في ناس بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان يلفتوا الأنظار، بس أنا بلفت الأنظار من غير ما أحتاج أعمل أي حاجة. يوم ليا بره بيبقى مسلي جدا بالنسبة لي، وخالد هيساعدني يوريكوا ازاي ايه اللي بيحصل يعني بره. فردود أفعال بتجيلي، أي حاجة ممكن تخطر على بالكوا بشوفها يعني. فحاجة مثلا زي الصدمة، أو يا عيني يا حبيبتي، أو ممكن الحمد لله الذي عافانا. أنا مش بقول إن دي حاجة غلط يعني، عادة الناس بتقولها في سرها. بس مرة أنا فاكرة كويس قوي، كنت في مول وواحد جالي من آخر المحل عشان يجي فوق راسي ويدعي بأعلى صوته، فقلت له آمين الصراحة. ومثلاً حاجة تانية زي أنتي جميلة أنتي، دي بتحصل كتير قوي، أو ربنا بيحبك ليكي الجنة يا بنتي. بصعب عليهم، بس بصراحة هما اللي بيصعبوا عليا. أو مثلا عيال يبقوا عايزين حاجة حاسب حاسب دي بتمشي. أيوه بالظبط، يفتكر كرسي بيمشي لوحده فيجروا عشان يلحقوني. أو عيال يبقوا ماما أنا عاوز واحدة زي دي. أو أطفال ثانية ما تبصش يا حبيبي، مع إن معظم أولياء الأمور أو الأدلتس يعني هم اللي بيفضلوا باصين لي وما يشيلوش عينيهم من عليا. بس مامتي لقت الحل، أحسن حل يعني إن هم يبطلوا نبص لهم نفس البصة. You steer, I steer. سقف الخالد بقى. بس أنا اتعودت بقت حاجة عادية بالنسبة لي أوي يعني. من صغري وأنا بسوق، مش بسوق فراري ما تخافوش ولا أي نوع من عربية، بسوق حاجة أجمد من كده كتير، بسوق كرسي متحرك أو ويلتشير. ممكن دلوقتي أنتوا بتفكروا يعني ليه أنا بسوق يعني أنا قاعدة على كرسي، بس أي ناس كتيرة بتتكسف تسألني، بس أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أقول لكم يعني. I was diagnosed with SMA, spinal muscular atrophy, وأنا عندي سنة. It's a genetical condition. مامتي وبابايا لفوا بيا دكاترة كتيرة اللي يقولوا لهم بقى لا دي عضلاتها مرنة هتطلع باليرينا، أو يقولوا لها لا حطيها في الشمس محتاجة فيتامين دي وهتبقى زي الفل. ما أظنش ده نافع. الدكاترة في الآخر قالوا لهم إن عندي spinal muscular atrophy وده بيأثر على حركتي كتير سوري. الدكاترة وقتها قالوا لماما يعني إنها مش عايش أكتر من 4 سنين، بس زي ما انتوا شايفين عشت أكتر من كده كتير. الحمد لله. spinal muscular atrophy بيأثر على العضلات فبيخليها ضعيفة، وده بيخلي العمود الفقري معوج. فكنت مفروض أعمل عملية وأنا عندي
10 سنين. بس على آخر لحظة الدكاترة قرروا إن هما مش هيعملوها عشان ده كان خطر عليا، رئتي مش هتستحمل، وكان they didn't want to take the risk. فما عملتهاش، ولحد دلوقتي أنا عايشة على 15% من my lung function. فمعجزة يعني تعتبر. بس مقتنعة إن لما ربنا بياخد من الواحد حاجة بيعوضه بحاجات أحسن بكتير جدا. أنا بالنسبة لي حاجة من الحاجات دي هي my friends and family، ومن غيرهم ما كنتش هبقى في المكان اللي أنا فيه ده. حسسوني إن واحدة منهم مفيش فرق بيني وبينهم، دي حاجة بحسها ناقصة في الكوميونتي بصفة عامة. بس my friends and family ما بيحسسونيش بالموضوع ده. والحاجة التانية هي هوايتي. ماما بقى كانت متخيلة إن هوايتي هتقبل القراية زيها، بس مش قراية خالص. سوري يا ماما يعني. بس من صغري وأنا بحب أرسم، وهي كانت بتشجعني إن أنا أمارس الهواية دي. كانت بتشارك لي في أنشطة مع أولاد عمتي، والنشاط من النشاطات دي كان في الكايرو سوري كلية فنون جميلة في الزمالك. فروحنا قدمنا، والدكتور الأول قال لها يعني انتي لو عايزة بنتك تشارك بحاجة كده انتي مش مكانك في مصر يعني. فهي قالت له لأ، ده حقها زي أي حد تاني. و يعني في الآخر دخلت، ومن أول أسبوع الدكتور نفسه ده انبهر بشغلي، وهو اللي رشحني إن أنا أدخل أشارك يعني في معرض في قاعة الهناجر في الأوبرا. من ساعتها وأنا عارفة إن الفن أو موهبتي دي بالنسبة لي مش مجرد موهبة، it's the way of يعني هو الطريقة الوحيدة اللي بحس إن أنا زي أي حد، حاجة بقدر أعملها لوحدي، بحس إن أنا free وإني أقدر أعمل أي حاجة من غير boundaries، وأحس إن بطلع كل طاقتي فيها وكل اللي جوايا بيطلع فيه. فعرفت إن أنا عمري ما استغنى عنه أبداً في حياتي يعني. بعدها بكام سنة ضعفت شوية، وما بقتش أقدر أمسك قلم أو فرشة، بس لقيت وسائل تانية إني أمارسها زي ما قلت، أنا عمري ما استغنى عنه بالسهولة دي. علمت نفسي فوتوشوب و إلستريتر. وكان أملي إن أنا أقدم في كلية فنون تطبيقية، بس في مصر ما عنديش options كتير. الأوبشن يعني أنسب كلية رفضوني عشان يعني عصبوها عليا عشان
صعبوا عليا عشان مادة واحدة اللي بإيدي ما رضوش يدوني اكسبشن. فبعدها بكم أسبوع سبحان الله I got offered a place في كلية فنون تطبيقية في أستراليا. وغير غير الجامعة يعني بعمل freelance work برا مصر وجوه يعني مصر وبرا خلال I volunteer for productive Muslim لو حد سمع عنه. خلال يعني بغض النظر عن يعني الظروف الصعبة اللي بمر بيها بس خلال فني ببقى عايزة أعمل حاجة تدخل البهجة على قلوب الناس و وتعمل فرق في حياتهم وفي المجتمع. أكتر من كده مش عايزة حاجة تانية. بس زي أي حد تاني بيمر علي أوقات مش قادر أكمل أو بفقد الأمل. بس نقطة التحول ليا كانت وأنا في الـ ICU. كنت عندي التهاب رئوي شديد وعلى وشك الموت. يعني كنت وقتها لاحظت قد إيه أنا ضعيفة وإن يعني كحة بسيطة مش قادرة أطلعها ممكن تنهي حياتي في لحظة. بعدها قعدت أفكر ثانية واحدة يعني أنا I was given a second chance لسبب ممكن مش عارفة دلوقتي ممكن ما أعرفوش بس دي حكمة ربنا إن أنا موجودة. وقعدت بالليل أدعي مع نفسي إن يعني ربي يوديني الطريق الصح و أفيد يعني أفيد أعمل فرق ولما أمشي أكون عاملة سايبة فرق إيجابي في يعني الناس تفتكرني بيه. بعدها بأسبوع طلعت كامب مع one of the most amazing people I've ever met, motivating, inspiring. وكان بيشجعنا إن رغم الظروف أي حد ممكن يقدر يعمل فرق في المجتمع. فرق إيجابي بالظروف اللي احنا بنمر بيها في مصر بغض النظر عن أي حاجة نقدر نعمل فرق إيجابي في حياة الناس. وهناك قابلت ناس جميلة جدا بيت وسكور معظمهم هنا أو يعني شوية منهم وكلهم يعملوا أي حاجة إن هم يعملوا فرق في المجتمع ويساعدوا الناس إن هم يحسنوا لهم حياتهم وكده. فيعني كل واحد فينا عنده ظروف في حياته تلاقيته عواقب بس ربنا بيدهلنا لسبب سبب ممكن ما يكونش باين لنا بس احنا لينا الاختيار ان احنا
ننهار أو ونستسلم ونخاف من بكرة أو نقوم ونعيش اللحظة to the fullest ونحاول على قد ما نقدر نعمل فرق في الدنيا دي. فرق ممكن يبدأ بأبسط الحاجات زي مجرد ابتسامة. Thank you.